السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال ان شاء الله يا احلى متابعين. كنشكركم، كنشكر اي واحد شاف الفيديو ديالي وخلى لي تعليق ودار لي لايك، كنشكركم. اليوم نشارك معكم كيف شفتوا شوربه ديال العدس حمر. هنا ديجا دوزتو في الماء، الحقيقه ما كنتش غادي نسجل الفيديو، انا نقول علاش لا. غنحتاج العدس كيف شفتو، وخيزو، البصله، ثومه، زعفران، زيت الزيتون، ملحه، كمون، كركم، فلفله حمراء حلوه، والابزار، نقولوا الطحنه التحميره، الابزار والنعناع والحار والزبده. ونحتاج شويه ديال الطحين، يعني واحد المعلقه كبيره. يعني هذه الطريقه الاصليه ديال الشوربه ديال العدس الاحمر. هنا غندير الزبده، غنزيد عليها البصله وثومه. ثم انا درت ربعة الفصوص ديال الثوم، ممكن ديروا اقل لما كتعجبوش، يقدر يدير جوج فصوص. عندي العدس تقريبا قريبة على 400 غرام، ما وصلاش 500 غرام. هنا زدت خيزو اللي قطعته طراف، ماشي مشكل، في الاخر غادي كلشي يتطحن. بعد ما تشحرات شويه غادي نزيد الماء كيف شفتو، الماء طايب يعني سخون، ما نديروش الماء بارد. في هذه المرحله تنزيدو العدس، هنا غادي نحيد هاد الكشكوشه بيضه، غير نقص منها، ما عرفتش واش شي دول اخرى تيقولوا لها كشكوش، اشنو تيقولوا لها بالدارجه المغربيه كشكوش، يعني هاد الغاليه كل جناية اللي عارفه يكتبها ليا. دابا غندير التوابل، غنعاود نذكركم بالتوابل اللي غندير. كركم، الابزار، يعني فلفل اسود، فلفل احمر، يعني نقولوا بالدارجه التحميره. غندير الكمون، يعني ما نكتروش الكمون، راه تيعطي المروره الا كترناه في اي طبق ولا في اي وصفه. الكمون نديرو غير القياس. نضر شويه الزعفران اللي كيدير ملون يديرو، انا ما كنديروش. ندير شويه الزعفران، وهذا النعناع يابس. هذا النعناع كيخلي هذه الشوربه تجي لذيذه. كيف قلت لكم راه هذه هي الطريقه الصحيحه ديال شوربه العدس الاحمر ديال الترك. اللي ما عندوش النعناع يابس ممكن يدير النعناع وريقات، كيف وريتكم، غير بغيت نوريكم. يعني راه حتى غير هو النعناع ما تكثروش، راه كثرتوه كيجي كيعطي واحد المروره. يعني اي حاجه نديروها بالتاويل ديالها ما نكثروش العطريه. هنا درت الملح، اي حاجه كثرناها راه تترجع بالعكس ديالها في التوابل، يعني تعطي المروره. ناقصني شويه الماء زدتو كيف شفتو. غنزيد معلقه ديال الطحين، يعني هذه الطريقه ديال الترك كيديروا الطحين. غادي نعاود معكم هذه الوصفه، وغادي نوريكم باش بدلت الطحين مره اخرى، يعني مره الوصفه الجايه ان شاء الله. انا عطيتكم الوصفه
يعني صحيحة باش كيديروها هما. هنا طاب العدس، طاب الخيزو كيف كتشوفوا، يعني تنخليوه حتى يطيب مزيان، يعني كل شي طاب. دابا غادي نطحن الصوبة ولا الشوربة ديال العدس. كنطحنوها حتى في كاس ديال مويناكس، كنطحنو بيه العصير باش ما كان عندكم اي آلة كهربائية ديال الطحين طحنو بيها. صدقوني هاد الشربة ما تشبعوش منها، انا بعدا مدمنة عليها، كتعجبني اللي كليتها في تركيا ولات كتعجبني كنشربها، وبالاخص في هاد البرد راه زوينة في هاد البرد. ايه والشربة ديال العدس وجدات، نتمنى تجربوها. عجبكم الفيديو ديروا لايك، ديروا اشتراك، كنزيدوا الزيت ملي كنطحنوا يعني الشوربة، وعلاش لا كنزيدوا حتى معلقة ديال الزيت اللي كيعجبو زيت الزيتون، والحار كيزيدوه حتى لآخر لحظة، يعني ملي تبغي تشرب الشوربة اللي مكيعجبوش الحار ما يديروش. أتمنى يعجبكم الفيديو، إلى وصفة قادمة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة.